هل في تواصل ست اللي هو خالد بين قيادة القوات هنا وأهلينا في شمال أو جنوب أو وسط سيناء؟ التواصل المستمر بينكم وبين أهلينا؟ طبعا ده أنا بشكر حضرتك على هذا السؤال، سؤال قيم جدا، لأن إحنا زي ما قلنا الأول في دور القوات المسلحة هنا لمكافحة الإرهاب فالحقيقة، وبنشتغل في تعاون وثيق مع الأفرع الرئاسية للقوات المسلحة، ولا ننسى قوات إنفاذ القانون طبعا للشرطة ووزارة الداخلية دورهم العظيم. فالحقيقة جنبا إلى جنب أهلينا هنا، وبتوجه من القيادة العسكرية والقيادة السياسية، إحنا لازم نهتم بأهلينا، لأن إحنا كلنا زي ما قلت لحضرتك بنشتغل لصالح توفير حياة كريمة لأهلينا طبعا. فلازم نعمل ودي بلدنا وبلدهم بالضبط كده، في تنسيق وفي تعاون بيننا وبينهم، وحريصين على هذا. وبأكد لحضرتك إن إحنا بنعمل لقاء شهري مع كل المشايخ والعواقل هم بيمثلوا قبائلهم يعني تمام، الحقيقة بنتكلم معاهم في كل المجالات، نتناقش حتى في كل القضايا، بينتهي الحوار والجلسة الشهرية بالمطالب والمقترحات. طب لو ليهم مطالب يا ست لو خالد بتنفذ فورا؟ طبعا المطالب دي يعني احنا عندنا قدرات القيادة العسكرية موفرها لنا، بنقدر ننفذها لهم فورا بإمكانياتنا. طيب المطالب اللي هي لابد من تنسيق مع جهات أخرى زي محافظة شمال سيناء أو جنوب سيناء أو وزارات معنية أو وزارات معنية زي وزارة الصحة زي وزارة تضامن التعليم زي الشباب والرياضة حابة تنفس. ست اللي هو خالد يعني نهاية أظن طمن أهلينا في مصر كلها وحظات مصر على الوضع الأمني والاستقرار الأمني اللي في سيناء دلوقتي. أنا هبدأ بحضرتك اتفضل فندم عشان نطمنه خير رسالة حضرتك، خير رسالة يا فندم ربنا يخليك. وكثير من الإعلاميين جم زاروا وسط سيناء وشمال وراحوا رفح وراحوا زويد ويتمشوا. انا كنت منهم يا فندم بالامس، كنت حاجه محترمه جدا وحضرتك مشرفنا النهارده ربنا يخليك، فده شرف ليا يا فندم. وجيت من اول النفق لحد ما وصلت هنا ماشي بأريحية خالص ولا في اي حاجه، لكن هنقول في مزيد من الاستقرار، مزيد من في عمل جاد يا فندم هنا بيبذل طبعا دي مهم جدا. مزيد من الاستقرار الامني سواء شمال او وسط سيناء، لكن ان شاء الله احنا مستمرين ليكون استقرار كامل باذن الله تعالى. دايما يا فندم مصر محفوظه بيكم وبرجال القوات المسلحه والشرطه واهالينا هنا المواطنين الشرفاء والمخلصين اللي بيحبوا بلدهم. ست اللواء خالد كلمه اخيره توجهها هنا لقاده وضباط وصف والجنود قوات شرق القناه تقول لهم النهارده. طيب هو الحقيقه الكلمه الاخيره حابب اقولها زملائي، انا بعتبرهم زملائي من ضباط وضباط صف، سواء كانوا مرابطين في اتجاه الجيش الثاني شمال سيناء لجنة الابطال اللي هم دور رئيسي هناك، وسواء برضو زملائنا اللي موجودين في اتجاه جيش تاني اللي هو وسط وجنوب سيناء الأبطال العظماء، واللي موجودين في قيادة قوات شرق القناة هنا، نقول لجميع هؤلاء الضباط دايما الهدف لا يغيب عنك الهدف. احنا حتى حركة مندرب الضباط والصف والجنود في موضوع صغير زي الرماية، نقول له خلي الهدف قدام منك، خلي الهدف نقطة الشيب بتاعتك فين، لازم عشان تصيب الهدف تعمل واحد اثنين ثلاثة. نفس الكلام لا يغيب عنك الهدف، احنا موجودين هنا جاهزين نقدم ارواحنا ودماءنا فداء للوطن لتحقيق هذا الهدف، وهو القضاء على الارهاب واقتلاع جذوره تماما، واحنا خدنا العهد علينا ولن نعود ولن نغادر هذا المكان الا سيناء طاهره تماما، الا سيناء كامله التنميه لصالح الاهالي ولصالح مصر. انا بشكرك يا فندم وكتر خيرك وجهد مشكور ومحمود وكل سنه وسيادتك طيب. واسمح لنا قبل ما نغادر ناخد جوله في التجمعات السكنيه في قرى الجدي ونشوف الطرق ونشوف محطات تنقيه المياه وتحليه المياه كمان، ونشوف الاراضي الزراعيه اللي ان شاء الله اللي بتجهز، ونشوف الابار كمان اللي بتنفذها قياده القوات ان شاء الله. احنا نكون سعداء، وده برضو هيطمن حضرتك وردا على السؤال بمدى تحقيق الاستقرار الامني بقوات شرق القناة. هيأكل حضرتك كده ربنا يخليك يا فندم، اتحرك بأريحية كاملة ان شاء الله. نستأذنك يا فندم. اتفضل يا فندم.